إذا مستمعينا اليوم في دوازتين نقترح لكم غريبة هشيشة بالتمر. غادي نحتاجوا في المقادير باش نحضروا غريبة 125 غرام ديال الزبدة ديال العبار، كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت كنعبروا بالكاس ديال العنبة، بيضة واحدة كاملة، ثلاثة المعالق كبار ديال ياغورت مسوس يعني ياغورت طبيعي، خمارة واحدة ديال الحلوى، والدقيق على حسب الخليط. غادي نعاود، فبالنسبة كاين المقادير ديال العجين ديال الغريبة وكاين المقادير العادية ديال العقدة ديال التمر. فقلنا بالنسبة للغريبة العجين ديالها غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة ديال العبار من الأحسن، كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت كنعبروا بالكاس ديال العنبة، بيضة واحدة كاملة، ثلاثة المعالق كبار ديال الياغورت طبيعي مسوس، خمارة واحدة ديال الحلوى، والدقيق على حسب الخليط. وبالنسبة لعقدة ديال التمر فغادي نحتاجو كمية ديال التمر من نص كيلو حتى الكيلو ولا كيلو لا ربع على حسب التمر. غادي نفورو في الكسكاس بالطريقة العادية، وغادي نمعكوه مزيان مع معلقة كبيرة ديال الزبدة رطبة واخدة درجة الحرارة ديال المطبخ، مع معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة، مع خمسة ديال الحبات ديال القرنفل مطحون، يعني ما نفوتوش خمسة ديال الحبات، نطحنوهم مزيان وغادي نضيفوهم للخليط باش كيجي من السم. الا كثرنا فكيجي واحد المذاق غالب عليه القرنفل، فمن الافضل على اننا نحاولوا اننا نراعيو الكميه وخاصه ديال القرنفل لانه مجهد. و 125 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش، وغادي نحتاجو شويه ديال المزهر. غادي نعاودوا بالنسبه للعقده ديال التمر، قلنا غادي نحتاجو كميه ديال التمر نص كيلو او لا كيلو لا ربع او لا كيلو، غادي نفوروه في الكسكاس يعني بالطريقه العاديه، ثم غادي ناخذوه وغادي نمعكوه مزيان. ويعني راه هو ملي كيتفور كيجي ساهل انه يتمعك بسهوله، وغادي نسموه بمعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الزبده رطبه واخده درجه الحراره ديال المطبخ، معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، خمسه ديال الحبات ديال القرنفل مطحون، 125 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش. فبالنسبه لهذه الاضافه ديال اللوز فكتجي ممتازه، لانه تعودنا دائما في الغالب ملي كنديروا العقده ديال التمر يعني غريبه اولا الحلوى معمره بالتمر كنديروا فقط هاد المقادير، ولكن ملي كنديروا اللوز محمر او الزنجلان محمر فكتجي مقرمشه. ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذا الاقتراح ديال العقده ديال التمر باللوز محمر قلنا ومهرمش، مهرمش رقيق، وغادي نضيفوا شويه ديال المزهر باش كنسمو. فبالنسبه للطريقه ديال العجين ديال الغريبه، اول حاجه في قصريه غادي ناخذوا 125 غرام ديال الزبده ديال العبار، غادي نخدموها مزيان مع كاس ديال السكر سنيده، وحنا كنمعكوا الزبده مع السكر سنيده، ثم كنضيفوا كاس ديال الزيت، نضيفوا بيضه وحده وحنا كنخلطوا دائما، نضيفوا ثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت طبيعي وحنا كنخلطوا، ثم في باقي المقادير في اخر مرحله كنضيفوا خماره وحده ديال الحلوى، وكنضيفوا الدقيق اللي غادي يكفانا على حسب الخليط يعني اللي غادي يكفانا باش نجمعوا هاد غريبه اولا العجين ديال الغريبه. فقلنا نخلطوا 125 غرام ديال الزبده ديال العبار يعني واخد درجه الحراره ديال المطبخ، ومن الافضل تكون ديال العبار، غادي نمعكوها مزيان مع كاس ديال السكر سنيده كنعبروا بالكاس العنبه. ملي كنمعكو مزيان الزبده ديال العبار مع السكر سنيده كنضيفوا ليهم كاس ديال الزيت وحنا كنخلطوا دائما، ثم كنضيفوا بيضه وحده وحنا كنخلطوا، كنضيفوا ثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت مسوس يعني طبيعي وحنا كنخلطوا. ملي كيتخلطوا هاد المقادير كلها عاد ديك الساعه كندخلوا خماره وحده ديال الحلوى، وكندخلوا الدقيق اللي غادي يكفانا، ما كنكتروش بزاف، عندنا ميزانه دائما الحلويات كيجيو مرطبين العجينه ديالهم كتجي مرخوفه، ما نكتروش بزاف باش ما تجيناش العجينه مدقصه وما تصدقش لينا. فكنبداو ندخلوا الطحين تدريجيا شويه بشويه، مجرد ما كيتجمع لينا العجين وكتبقى مرخوفه رطبه صافي كنتوقفوا. وبالنسبه للعقده ديال التمر فكنمشيو كناخذ ديك الكميه ديال التمر نص كيلو ولا كيلو لا ربع ولا كيلو، كنفوروه مزيان في الكسكاس، ملي كيتفور كناخذوه ونديروه في واحد الاناء ونبداو نعكوه مزيان بالفرشيطه، ونضيفوا ليه معلقه كبيره ديال الزبده رطبه، نضيفوا ليه معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، خمسه ديال الحبات ديال القرنفل مطحونين، وكنضيفوا ليه 125 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش رقيق، وكنسمو بشويه ديال المزهر من معلقه حتى لجوج معلقات ديال المزهر، كنخلطوا بيدينا مزيان حتى كيتخلطوا هاد المقادير وهاد التنسيمه ديال القرفه وديال القرنفل والزهر مع العقده ديال التمر، وكنحصلوا على عجين ديال التمر اللي هو مجموع اللي قادرين اننا نشكلوا منه الشكل اللي بغينا. ومن بعد كنخليو العجينه كترتاح وكناخذوها كنشكلوا منها يعني كويرات صغار، كناخذوا كل كويره
كنبسطوها مزيان على الكف ديال يدينا، يعني كنخدموا دائما على الكف ديال يدينا، كناخذوا شويه من العجين على شكل كويره وكنبسطوه مزيان، وكنكونوا وجدنا باش نسهلوا علينا العمليه كناخذوا هذيك العقده ديال التمر كناخذوها وكنديروا منها كويرات، يعني كنوجدوها كامله على شكل كويرات صغار كيكونوا صغر من الكويرات ديال العجين. ثم كناخذوا العجينه وكنبسطوا شويه منها على شكل كويره، كنبسطوها على الكف ديال يدينا، وكنهزوا كويره ديال العقده ديال التمر وكنديروها في الوسط، وكنعاودوا نلولبوا هاد العجين باش تدخل فيها مزيان ديك العقده ديال التمر، صافي وكتولي على شكل كويره. كنحطوهم كاملين حتى كنكملوا، يعني ملي كناخذوا العجين ديال الغريبه ونديروا على كف ديال يدينا ونهزوا كويره ديال التمر عقده ديال التمر وكنديروها في الوسط، فكنعاودوا نلولبوها ونشكلوا منها على شكل كويره باش كتجي مجموعه ما كيبقاش يبان التمر نهائيا. كنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنكملوا، كتسنى العجينه وكتسنى العقده ديال التمر. ثم كناخذوا اللاطه ديال الفران كنفرشوا فيها ورق سلفوريزي اولا كندهنوها، كنستفوا هاد الكويرات اللي وجدنا، ومباشره كناخذوا اي مرشم على شكل وريده من الاحسن، يعني كاين انواع دابا ديال المراشم على شكل وريدات اللي ممكن اننا نخدموا بهم، وكنبداو نطبعوا كل كويره كنبسطوها، ملي كنبسطوها بهذاك المرشم فهي كتاخذ الشكل ديال هذيك الورده او لهذاك الشكل اللي درنا اللي كاين في هذاك الاطار او في هذاك الطابع. ممكن على انه ناخذوا هذاك الطابع العادي ديال المعمول اللي كنديروا به المعمول اللي كيجيو هما طوال فيهم ثلاثه، فيهم الكبير والشكل الصغير والشكل المتوسط، وكنخشيو كل كويره كنديروها في الشكل اللي بغينا ديال المعمول، كاين ديال البلاستيك وكاين ديال الخشب، وكنديروها ومن بعد ملي كنضغطوا عليها وكنبداو نضربوا يعني فوق شي طاوله ولا فوق شي طبله اولا بوطاجي، ملي كنضربوا هذاك المعمول فكيهبط لنا هذاك الشكل، يعني مصايبه فيه هذاك الشكل اللي حنا اختارينا سواء بالمطابع العاديين على شكل وريدات اولا هذوك ديال المعمول كيف قلنا. وكنصفوهم في لاطه ديال الفران، كندخلوا هاد الحلوه اولا هاد غريبه الشيشه يعني كتجي في المذاق ديالها كندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر، ملي كنخرجوها اما كتقدم يعني نكتفيو فقط بالحلاوه ديال التمر عادي مع داك الكاس ديال السنيده، كيف ممكن اننا ملي نخرجوها نخليوها حتى كتدفى ولا كتبرد شويه، وكنرشوا عليها السكر كلاصي من النوع الممتاز. فنتمنى تجربوا هاد الاقتراح ديال غريبه بالتمر من عند المستمعة لبنى الأشهاب، وبالصحة والراحة.